منطقة نوفاسي في جنوب غرب رومانيا تتعرض لعواصف هوجاء رافقها تهطل غزير للأمطار أحدث فيضانات كبيرة أغرقت المدينة وضواحيها في المياه والطمي، مما خلف قتيلا على الأقل جرفته مياه الفيضانات وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمرافق العامة. من بين المناطق الرومانية المتضررة من هذه العواصف براهوفا وغورج. اضطراب الأحوال الجوية والفيضانات المرافقة له لم تتوقف عند حدود رومانيا، بل طالت أيضا بعض جهات سويسرا على غرار كانتون ألتستاتن وسان غالان ولوفالي وتوسان التي قضت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في ظروف شديدة الصعوبة، حيث سجلت عدة انزلاقات أرضية فيما ارتفع منسوب البحيرات والوديان في مناطق العواصف المطرية مستويات تثير قلق السكان.